ولكن واحد الشيء فيها طفيف على مستوى الخضر وفواحد السلع بعينها، يعني ماشي جميع السلع، وكذلك الفواكه ماشي جميع السلع، يعني واحد جوج ولا ثلاثه المنتوجات هما اللي كاين اللي كيعرفوا واحد هذا الشيء فيها. بالنسبه لداخل بالنسبه لسوق الجمله الاسمنه اللي كاينه حاليا، فإلا استنينا واحد جوج او ثلاثه المنتوجات فالاسمنه، يعني حنا كنقولوا اسمنه معقوله بالنسبه للظرفيه اللي كيعيشها السوق ونسبه التزود ديالو والعرض علاقاته ديالهم الطلب، الاسمنه مناسبه. الا خدينا مثلا غير البصله، البصله اليوم راه ما كتجاوزش درهم 20 فرانك، درهم 30 فرانك. الخيزو ما كيتجاوزش دراهم. الفلفله كذلك واحد 50 ريال 60 ريال على احسن على اعلى الثمن. الا خدينا مثلا المشكل ديال المطيشه اليوم، المطيشه اليوم داخل سوق الجمله راه يعني بعض المرات كاينه من 70 ريال حتى 100 ريال، ولكن ملي كنشوفوا على برا كنسمعوا مطيشه ب 10 دراهم، كنسمعوا مطيشه ب 9 دراهم، كنسمعوا مطيشه ب 8 دراهم. هذا كاين ما كاين، يعني الثمن اللي كاين على برا ما كيتماشاش مع الثمن اللي كاين لداخل. راه الخضره في شهر 9 كتعرف في نهايه مجموعه من المنتوجات، خصوصا على مستوى منطقه سوس اكادير بالدرجه الاولى، الشكل ديال الفلفله والدنجال والكورجات القرعه، واحد العدد ديال الانواع ديال الخضر كتعرف في نهايه الموسم ديالها، على اساس على انه غيبدا عاوتاني يديماري عاوتاني المنتوج في الاخر ديال شهر 9 او في اوائل ديال شهر 10. والاسمنه كتاخذ من بعد ذلك الاسمنه كتاخذ الوتيره ديالها بشكل عادي جدا. مطيشه بعدا فاش رفع الثمن ديالها هذا العام هنا، هي مطيشه مولفه كدير هذا العدد كثير، هاد الناس داروها في اللاحق لا اللي دايرين مطيشه، هذا الشيء اللي خلى السبب ديال المطيشه علاش غاليه. هو كادير اللي مولف كيرخص الوقت، واللي مولف كيدفع الطوناج بزاف، راه باقي ما باديش باش يقولوا شي حاجه ديال السبب ديال الترونسبور ما كاينش ولا شي حاجه. الترونسبور كاين، الخدامه كاينين، كل شيء موجود، الا السلعه اللي قليله صافي. راه السلعه قليله عند الفلاح ماشي قليله عند شي واحد. اللي مرتفعه بطاطا شويه، حتى هي بطاطا حتى هي 3 دراهم 56، حتى هي الانتاج ديالها قليل، راه كيجبدوها دابا من الفريغو. في هذه الايام كنلاحظوا ارتفاع في اسعار الفلفله بانواع ديالها، وهذا راجع للندره ديالها، بعكس ان هناك بعض المواد بعض المنتوجات الفلاحيه اللي هبطت الاسعار ديالها، مثل الحامض اللي كان كيدير 12 درهم فطل حتى 2 دراهم حتى 3 دراهم. في المواسم الماضيه كانت الفلفله في هذه الوقيته كتقدر توصل حتى 2 دراهم، في حين دابا راه كاينه 5 دراهم. هذا واحد الملاحظه ان الجوده ما كايناش، الجوده يلاه غتظهر من هنا لقدام، ملي غدا المنتوجات ديال اكادير غتبدا غدا الجوده. دابا حاليا ما كاينش الجوده في الفلفله، التكلفه ديال الاسعار، ارتفاع الاسعار، ربما قله الانتاج، قله الانتاج عند الفلاح، الفلاح ما قدرش يواكب السوق، لاننا كنا كالعرض قل من الطلب، لان ماشي الضريبه اللي كتاخذ الخضره، المغرب كامل كياخذ خضره.